يحب يلخص لزملائه أهم المحاور اللي غطيناها المرة الماضية. جنرال يعني بدون تفاصيل، يعني لو جنرال. عفوا المرة الماضية احنا وجدنا الاريا اندر ستاندرد نورمال كيرف، وجدناها عن طريق الجدول تاع الزي سكور. نعم بالنسبة يعني الاريا اذا كانت محصورة، اذا كانت لليمين، اذا كانت لليسار، وهكذا. تمام. يعني تكلمنا عن خصائص النورمال ديستريبيوشن والستاندرد نورمال ديستريبيوشن، وبلشنا نتعلم مهارة كيف نطلع المساحات تحت منحنى النورمال ديستريبيوشن او الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، ونوجد نسبة البيانات اللي بتكون موجودة قبل زي سكور معين، صح ولا لا؟ مظبوط. تمام دكتور. طيب في حدا من الزملاء عنده أي سؤال على الشق اللي حكينا عنه في المحاضرات السابقة، ولا نتابع ونوضح على الأمثلة؟ في أي سؤال يتبادر للذهن حول الموضوع قبل ما نبلش؟ المرة الماضية احنا تكلمنا عن النورمال ديستريبيوشن والنورمال والستاندرد نورمال ديستريبيوشن تيبل، عملت له داونلود من الموديل، التيبل تبع الزي تيبل عملت له داونلود اللي فيه المساحات اللي تحت منحنى التوزع الطبيعي المعياري. دكتور طبعا اللي انت منزله على هذا الموديل، نعم طبعته موجود معكم اللي هو اللي بالماينس وبال هذا. وبالبوزيتيف. تمام تمام طيب الآن احنا راح ناخذ اكزامبلز على عملية استخراج البيانات من منحنى التوزع الطبيعي بنفس الطريقة اللي اخذناها المرة الماضية. شو حكينا الجايد لاينز العامة لإيجاد المساحات تحت المنحنى؟ شو بنعمل اول اشي؟ شو لازم نسوي في البداية لما يجيكم السؤال؟ نرسم الكيرف. أول شغلة نرسم الكيرف. أشكرك دكتور. أول شغلة بنرسم الكيرف ونحدد نعمل شيدنج للمنطقة اللي طالبها عشان نعرف هي جاية to the left of the z value ولا to the right of the z value ولا in between two z scores. متفقين يا جماعة؟ تمام؟ تمام دكتور. تمام. ف finding the guidelines for finding the areas, finding areas under the standard normal curve. ولاحظوا هنا عم نتكلم عن الستاندرد نورمال كيرف، يعني على الزي كيرف او الزي سكور كيرفز. sketch the standard normal curve، رسم تقديري بخط اليد يعني رسم اعتباري. and shade the appropriate area under the curve، ونظلل عليها. find the area من خلال اتباع التالي. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إني أوجد area to the left of the z-score، وممكن to the right، وممكن in between. إذا كانت to the left of the z-score directly example طالب مني المساحة corresponding ل z-score مقدارها 1.23، فأنا برسم الرسمة المنحنى الطبيعي رسمة تقديرية، بعرف انه الميو تبعه هو صفر. ال 1.23 راح تيجي بعده بشوي، يعني واحد وشوي ستاندرد ديفيشن 1.23، بظلل المساحة المطلوبة. هذه بنروح بنجيبها مباشرة من التيبل ولا لا؟ دكتور هاي بنروح دايركتلي على التيبل نتطلع عند ال 1.2 فيرتيكال
على الخط الأفق العمودي وO3 بالخط الأفقي، فبيصير عندي 1.23 وأطلع أشوف قيمة المساحة اللي محصورة عندها، فنجد أنه هذه المساحة ستكون 0.8907. واضح الإكزامبل؟ تمام؟ حتى الآن أوكي؟ آه دكتور، أوكي تمام. الآن لو طلب مني إيش الجايد لاينز، لو طلب مني أوجد مساحة to the right of the z-score، يعني بعد z-score value، ما بده المساحة اللي قبل، بده اللي بعد، يعني المتمم للمساحة. فإحنا شو بنعمل دائما في البداية؟ نرسم الرسمة. بده المساحة اللي بعد 1.23، المساحة اللي بعد 1.23 مظللة باللون الأسود. شايفين هذا اللون الأسود؟ تمام؟ آه تمام دكتور. أوكي. إذن معناته هذا اللي باللون الأسود هو المتمم المطلوب. فإحنا شو بنعمل؟ الجدول ما بيعطيني متمم، الجدول بيعطيني من بداية الكيرف، من اللور بيجينينج ناقص 3.49 أو ناقص 3 ناقص 3.4 إلى أن نصل إلى القيمة. فأنا بطلع المساحة اللي تحت القيمة المطلوبة اللي طالبها مني، اللي طالب مني to the right of it، بطلع المساحة اللي تحته بطرح منها واحد أو بطرحها من واحد، فبيطلع عندي المساحة المطلوبة هي المتمم اللي هي 0.1093. واضحة الأمور لغاية الآن؟ هاي الكيس رقم 2. الكيس رقم 1 يطلب مني المساحة below أو to the left of the figure أو the z-score، الآن طالب مني to the right. طيب لو طلب مني in between two z-scores شو نعمل؟ لو طلب مني in between two z-scores تمام؟ إيش حنعمل في هاي الحالة؟ شو حكينا المرة الماضية؟ دكتور إذا كانوا between حناخد لكل يعني حناخد لأول واحدة اللي هي مثلا لأول قيمة حناخدها ونطلعها من الجدول، وناخذ للثاني قيمة اللي موجودة كمان، وبعدين نطرحهم من بعض. تمام. المنطقة المطلوب المساحة فيها حسب السلايد هي اللي باللون الأسود، مطلوب المساحة اللي باللون الأسود. يعني ما هي نسبة البيانات اللي بين ناقص 0.75 وبين 1.23 Z scores؟ فأنا باجي على المنحنى، بروح على التيبل، طبعا بعد ما برسم بطلع أول شيء المساحة اللي قبل القيمة الكبيرة، القيمة الأكبر هي 1.23، فبطلع المساحة اللي تحتها، بعدين بطلع المساحة اللي تحت القيمة الصغيرة أو الأصغر اللي هي الناقص 0.75، طلعت المساحتين، بطرح هاي من هاي، بيطلع عندي المساحة في المنطقة اللي بينهم هي هاي المساحة المطلوبة. فأنا بوجدهم من التيبل تحت ال 1.23 هي 0.8907، وتحت الناقص 0.75 هي 0.2266. بطرحهم من بعض، بطرح باخذ الصغيره بشيلها من الكبيره، وبيطلع عندي المساحه اللي ان بتوين بصير 0.6641. هيك احنا بنتعلم مهاره، بنكون عرفنا يعني كيف نطلع المساحات سواء بيلو Z score معين أو above Z score معين أو in between two Z score values. تمام؟ نأخذ examples. يا دكتور. تفضلي دكتور. محلي. بس إحنا بنقدر نلاقي المساحة من ال Z tablet صح؟ table عفوا. طب المساحة اللي تحت تمام. قيمة معينة. طيب كنت بدي، بس انت شرحتها مرة بس ما فهمتهاش، تبعت النقطتين اللي بنحطهم بدون ما يكون في معي التيبل مثلا.
كيف بقدر ألاقي لنزل النقطتين من جهتين المنحنى وأساس يعني تقريبيا بالنظر بدون يعني قيم وحسابات؟ هذه دكتورة حكينا عنها للقيم اللي بتكون معيارية معروفة. يعني لو طلبت منك المساحة تحت الصفر تحت الميو أو تحت الزي سكور للصفر، هل بتحتاج ترجع للتابل؟ لا، قد ايه المساحة اللي تحت الصفر؟ حتحكي لي مباشرة 50%. لو قلت لك قد ايه المساحة اللي فوق الصفر؟ مباشرة 50%. هذه اللي هي بتكون بالخصائص تبعت يعني اللي هي الأمور المعروفة بالخصائص تبعت الديستريبيوشن. طب يعني بين الواحد والناقص واحد ستاندرد ديفيشن كم بنقدر مباشرة من غير تيبل، كم هي بين الواحد والناقص واحد؟ حتقولي لي بما انه نورمال ديستريبيوشن يعني لازم 68% من البيانات تكون بينهم، واذا بين اثنين اثنين وناقص اثنين ستاندرد ديفيشن حتقولي لي 95% من البيانات، واذا بين زائد ثلاثة وناقص ثلاثة ستاندرد ديفيشن حتحكي لي 99.7% من البيانات. مظبوط؟ نعم صحيح. فهذه المعرفة العامة بالأمور التي لا تحتاج وجود تيبل بين إيدي، هذه سهل جدا إنه الواحد يعني يحكيها أو يجاوبها بالخصائص العامة. لكن إذا دخلنا بأرقام مختلفة عن الأمور المعيارية اللي معروف قواعدها، يعني بتصير الشغلة يعني بدها تيبل بين إيدينا حتى نطبق مباشرة. تمام دكتور؟ تمام. فيك تقرب من النت لأنه صوتك بيقطع. هو شكرا دكتور، هو بس في مشكلة، واضح أنه ممكن يكون في مشكلة بالنت يعني إجمالا، فإحنا بنحاول قدر المستطاع. ما بعرف هيك صارت أوضح ولا لا. أوكي تمام، ناخذ اكزامبل على كل مثال عشان نتقن هاي المهاره، وبتمنى يكون التيبل معكم او على الاقل قادرين انه التيبل يكون مبين امامكم حتى تتوضح اكثر طبعا الامور. على السلايد يعني بنستخرج الارقام يعني مستخرجه سابقا، بس بفضل يكون التيبل معكم حتى تبين. لو طلب مني اوجد الاريا، find the area under the standard normal curve to the left of the z يساوي ناقص 2.33. لما يحكي لي زي ناقص 2.33 معناته هذا جاي في ذيل المنحنى. يعني برسم الكيرف، دائما القاعدة رقم واحد always draw the curve، لازم في البداية نرسم الرسمة وأحدد تقريبيا وين الناقص 2.33. بده مني المساحة اللي to the left، صح ولا لا؟ بده to the left of the figure، يعني المساحة اللي هون، المنطقة اللي هون اللي هي مظللة باللون الأحمر وبالأسود هون. هل هاي تحتاج إن أنا أحسب وطرح من واحد ولا مباشرة من الجدول؟ من الجدول دكتور. لا، من الجدول مباشرة. بروح vertical عند 2.3 وباخد أفقيا الـ O3 وبنزل بشوف المساحة اللي عند هذه الأرقام، بلقاها 0.0099. طبعا لازم تطلع مساحة صغيرة جدا لأنه أنا ماخذ تقريبا أجزاء من الذيل الـ 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 يعني الأقرب أو الأقل في الأرقام to the left، فأنا يعني ماخذ مساحة، لازم تطلع مساحة قليلة يعني إجمالا. دكتور هاي المساحة صح بتكون شامل الأوتلايرز، يعني شامل قيم الأوتلايرز هاي المساحة اللي انت هلا. طبعا طبعا هذه من الناقص، هذه من الناقص 3.4 إلى يعني حسب الجدول حتلاقوا أول قيمة هي ناقص 3.4. صحيح. فهي من الناقص 3.4 إلى الناقص 2.33. أوكي. طبعا للأمانة حتى تكون بس هاي معلومة لإلكم، لو حدا قال لك أعطيني المساحة exactly عند 2.33 exactly عند النقطة،
هذه يعني يمكن أنا ما حكيت لكم إياها سابقا، بس هذه يعني للي بيعرف في خصائص النورمال ديستريبيوشن، المساحة النقطية عند نقطة معينة هي بحد ذاتها هي نفسها شو بتكون؟ يعني عند البوينت نفسه، عند الـ 2.3، مش اللي قبله ولا اللي بعده، عنده هو exactly. هذه المساحة لازم تكون صفر، لأنه هاي مساحة نقطية لنقطة، وهذا بيانات متصلة. إيش معنات بيانات متصلة؟ يعني لما تيجي تقول لي قديش احتمال أني ألقى القيمة، أنه ألقى مساحة، يعني مساحة عند نقطة، فهي مساحة صفرية، مساحة نقطية. لكن لو قلت لي من النقطة ولتحت، أنا باخد انترفل، المساحة داخل الانترفل إلها قيمة، بس المساحة داخل عند النقطة نفسها، يعني جوا البوينت نفسه، هي صفر. تمام؟ هذه بس معلومة لإلكم، يعني عشان في البعض بيجي يقول لي طب شو بيفرق إنك تقول هي المساحة أقل من ناقص 2.33، ولا ممكن تقول أقل أو يساوي ناقص 2.33، ما بتفرق، لأنه هي عند الـ 2.33 حقيقة هي صفر. واضح لكم؟ هذا بس معلومة لإلكم يعني. تمام؟ تمام دكتور. يعني هاي معلومة بس إضافية لإلكم، يعني إنه المساحة عند تلك النقطة مساحة نقطية، هي مقدارها فعليا حقيقة صفر. فالآن عرفنا كيف نجيب المساحة قبل رقم معين. الآن بيعطيني إكزامبل آخر. Find the area under the standard normal curve to the right. To the right أو above. مرات بيقول لك above. To the right أو above z-score. Z-score يساوي 0.94. برسم الرسمة أول إشي، دائما أرسم، always draw the curve، بحدد وين موقع الـ 0.94 على الكيرف. It is above الميو، فوق الصفر، فوق الميو، وطالب مني المساحة اللي to the right ولا to the left؟ Right. بدو المساحة to the right. طب كيف أجيب المساحة to the right؟ ما أنا التابل يا دكتور محمد أبو عصب ما بيعطيني to the right، بيعطيني to the left. طيب بسيطة، بنجيب المساحة اللي to the left من الجدول، بروح بجيب هاي المساحة وبطرح منها، بطرحها من واحد عشان أوجد المساحة المتممة المطلوبة. هاي هي المساحة المتممة لا باقي الواحد، فأنا بطرح واحد ناقص المساحة اللي قبل الزي سكور المطلوبة، وبطلع وبطرحها من واحد، بطلع القيمة، فبتطلع 0.1736. تمام؟ واضحة؟ واضح دكتور. ممتاز، بارك الله فيكم. الآن بيطلب مني أوجد المساحة under the standard normal curve between z ناقص 1.98 والz يساوي 1.07. فأنا برسم الرسمة دائما، بحدد وين بالضبط هو بده ياني أشتغل، بده اللي بين ال 1.07 والناقص 1.98، المساحة لونها أسود، طالب مني هاي المساحة اللي بتوين هذول الاثنين بالأسود. فأنا شو بعمل؟ بطلع المساحة الإجمالية اللي قبل القيمة الأعلى، أعلى قيمة 1.07 الزي، بطلع المساحة اللي قبلها لأنها المساحة الأكبر، وبطلع المساحة اللي قبل الرقم الأصغر اللي هو ناقص 1.98. طلعت المساحة اللي عند اللي قبل الرقم الأكبر، طلعت المساحة اللي قبل الرقم الأصغر، بطرحهم من بعض، بطرح الصغيرة بشيلها من الكبيرة، وبيضل عندي المساحة in between هي 0.8338. واضحة الأمور لغاية الآن؟ تمام. طب لو حب يعقد الموضوع لإلنا وجاب لي إياها بطريقة تانية، قال لي يا دكتور ما رح أطلب منك الزي، أنا بدي المساحات اللي تحت أرقام الظاهرة نفسها، يعني اللي تحت البيانات نفسها، ما بديش تحت الزي، تحت الزي هذا في المنحنى المعياري. بس لو طلبت منك إنه أنا بدي توجد البيانات اللي تحت قيم الظاهرة نفسها، شو رح تعمل يا زميلي ويا زميلتي؟ شو رح تعملوا؟ دكتور شلون يعني؟
هذا اللي قبل شوي كنا نشرحه، هي المساحات تحت المنحنى المعياري ولا الطبيعي المعياري، ستاندرد نورمال ولا نورمال؟ دكتور الستاندرد. الستاندرد نعم. هل هذا الستاندرد هو نفس بيانات الظاهرة ولا هذا المعياري اللي احنا بنطبق عليه؟ دكتور المعياري. طب إذا أجا قال لي المعياري، إذا أجا قال لي أعطيني المساحات اللي تحت أرقام الظاهرة نفسها، يعني هو ما رجع لي للمعياري، هو أعطاني الظاهرة نفسها وقال لي مثلا عندك الأطوال أو العلامات أو الأعمار أو الكذا، وأعطاني اللي ميو تبعها والسيجما وطلب المساحات تحتها، معناته أول خطوة كأنه بيحكي لي أول خطوة لازم تحول القيم للقيم الزي المقابلة على المعياري، بعدين تطبق القواعد اللي تعلمناها. وضحت؟ كيف نوجد النورمال ديستريبيوشن بروبابيليتيز لأي ظاهرة من الظواهر؟ If a random variable x is normally distributed, you can find the probability that x will fall in a given interval by calculating the area under the normal curve for the interval. من خلال اني احول كل قيمة لقيمة الزي المقابلة لإلها. شو الفورمولا اللي بنحول فيها كل قيمة للزي المقابل لإلها؟ دكتور الزي سكور. ايوه، شو الفورمولا تبعت الزي سكور؟ كيف بنحسبها؟ اللي هي بناخذ الفاليو بنطرح منها المين بعدين نقسمها على الستاندرد ديفيشن. تمام، معناته لو طلب مني اوجد المساحه تحت اي قيمه، مثلا اعطاني ظاهره لنفرض انها مثلا اوزان مجموعه من الناس، البراميترز تبعت الاوزان لميو 10 كيلو جرام والستاندرد ديفيشن 5 كيلو جرام. طبعا هو هون في الاكزامبل مش كاتب انها اوزان، انا عم بحكي لكم مثال، هو حاطط مثال رقمي بدون ما يحدد الوحدات، يعني مش محدد احنا بنحكي على ظاهرة ايش، فحسب طبيعة الظاهرة بيبين اليونت تبعت الوحدة او الوحدات تبعت الظاهرة. فانا لو اعطاني منحنى طبيعي نورمال ما قال ستاندرد، this is not a standard, this is the normal distribution لا ظاهرة معينة، نفرض أنها ظاهرة الأوزان، أوزان الطلاب، أوزان الناس بين 10 كيلو جرام والستاندرد الميو 10 كيلو جرام والستاندرد ديفيشن 5 كيلو جرام، وطالب مني المساحة اللي تحت، لو أجا طلب مني المساحة اللي تحت 10 كيلو جرام كم حقول له نسبة البيانات اللي تحت 10 كيلو جرام؟ دكتور خمسة خمسة؟ أقل من 10، من ناخد بمقدار 5 standard deviation هيكون 5. كم المساحة الإجمالية للناس اللي تحت 10 كيلو جرام؟ آه دكتور، أنا فكرت بتسأل عن اللي قبل المين قديه بيكون بعدها عن standard deviation. كم المساحة الإجمالية اللي تحت لنسبة البيانات اللي تحت 10 كيلو جرام؟ صفر. اللي تحت 10 كيلو جرام كلهم 50%، بس انا قصدي انه الميو اللي تحتها بقابلها صفر، نص نص تحت 50% فوق 50%، اللي تحت نسبة البيانات اللي نعم. او الناس اللي اوزانهم تحت 10 كيلو جرام بدهم يكونوا 50% من البوبوليشن. تمام دكتور، اوكي ثانك يو، انا عارف، بس انا عشان نوضح للزملاء البقيه، يا جماعه العشرة لهي الظاهره هي تعادل الصفر على الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، فالمساحة فوق العشرة كيلو جرام حتطلع 50% من الناس، واللي تحت العشرة كيلو جرام حيطلعوا 50% من الناس. واضح؟ تمام. طيب هذا هيك بالمعرفة العامة، يعني بالشكل العام. طيب الخمستاعش هاي المساحة اللي تحت، يعني بين المساحة اللي تحت 15، الرقم 15 كم يمثل standard deviation بدون لسه ما أحول، بدون ما استخدم الفورميلا، بمعرفتنا بالخصائص هذه القيمة 15 تعادل كم standard deviation على الزي سكور؟ تعادل واحد. ليه؟ لأنه أنا بعدت عن العشرة بمقدار واحد standard deviation، الستاندرد deviation الواحد 5 كيلو جرام. تمام؟
هذا هيك بالمعرفة العامة، لسه ما حسبنا يعني، أنا بس عم بفرجيكم كيف المعرفة والمهارة تتراكم مع بعض. فبالتالي لو أجا طلب مني المساحة اللي تحت المنحنى اللي للبيانات اللي أقل من 15 كيلو جرام، حقيقة هنا أنت الطريقة أنك أنت عشان توجد المساحة أنه البروبابيليتي أقل من X معينة، هنا بطل يكتب Z بيحكي X لأنه عم بيتكلم عن بيانات الظاهرة مش على الـ Z المقابل على المنحنى اللي معياري. فأنت لازم تحول كل قيمة للـ Z تبعها، كل قيمة هو طالبها في السؤال للـ Z المقابل لإلها، وتوجد المساحات زي ما تعلمنا بالGuidelines. فالمساحة المقابلة أو اللي تحت X أقل من 15 كيلو جرام مثلاً بدنا نحولها للمنحنى، بدنا نطابقها على المنحنى المعياري تبعها. الستاندرد نورمال ديستريبيوشن المقابل اللي ميو هو صفر والستاندرد ديفيشن هو واحد، سيمبلي حطبق الفورمولا انه x تساوي x ناقص لميو على سيجما، قيمة الـ X اللي معطيني إياها طالب المساحة قبلها كم؟ 15، مظبوط؟ إيه دكتور. وقيمة الميو كم؟ 10، والسيجما كم؟ 5. 15 ناقص 10 5، تقسيم 5 1. إذن الـ probability لـ X تحت الـ 15 هي على المعياري تساوي probability للزي أقل من واحد. بروح على التابل مباشرة بوجد إنه المساحة اللي على التابل في المنحنى المعياري للزي أقل من واحد هي 0.8413. فإذا لو طلب مني المساحة تحت أو above أو below أو in between أي أرقام من بيانات الظاهرة، لازم أول شيء أحولها للقيم الزي المقابلة، بعدين أطبق القواعد إنها قبل ولا بعد ولا in between. واضح الموضوع؟ نأخذ examples. واضح لكم؟ باقي الزميلات والزملاء واضح لكم الأمور لغاية الآن؟ دكتور أنا لما طلعت الواحد شو عملت بعدين؟ لما نطلع الواحد دكتورة خلص بروح على الجدول، مش هو طالب مني المساحة اللي تحت 15؟ احنا لقينا انه ال 15 لهذا المثال هي نفسها على المنحنى المعياري اللي اقل من واحد. ال 15 لهذه الظاهرة يعادلها على الستاندرد نورمال كيرف واحد ستاندرد ديفيشن، بده المساحة اللي قبل الواحد، حروح على الجدول وتناولها. الشطارة هنا في انك تعرف تحول، انك تحول الارقام اللي طالبها هو للزي سكور، يعني انك انت تطبق الفورميلا بشكل صحيح. تمام؟ تمام دكتور. الان ناخذ اكزامبلز اكثر عشان احنا نطبق الموضوع بشكل افضل. عندنا علامات طلاب في مادة الإحصاء statistics، وكانت الأفرج تبع علامات الطلاب 78 والستاندرد ديفيشن 8 علامات بين كل، يعني المنحنى المعياري التباعد 8 علامات. If the test scores are normally distributed، مهم يحكي لي إنه الظاهرة تتوزع طبيعي حتى أقدر أطبق هاي المهارات اللي تعلمناها. أوجد المنحنى ذات، أوجد الـ probability، أوجد المساحة، أوجد الاحتمالية. ذات a student receives a test score less than 90، يعني بيقول لك قديش الاحتمالية إنه نلاقي طلاب جايبين تحت 90. هل تعتقد إنه حيكون الرقم المساحة كبيرة ولا قليلة؟ بالنظر العام بالشكل العام، إذا هو بيحكي لك إنه أغلب الطلاب علاماتهم 78 معدلها، تحت 90 بنتوقع نلاقي عدد كبير من الطلاب ولا أقل ولا قليل؟ لا عدد كبير، هنلاقي عدد كبير. لازم نلقى إنه معظم الطلاب نلقاهم تحت 90، ولا شو معنات الطلاب كلهم جايبين بين 90 و100؟ يعني نلقى طلاب معظمهم جايين تحت 90. هذا هيك تخيل، بس لما نيجي نحسبها بشكل دقيق، هذه الأرقام 78 و8 هم البراميترز تاعت المجتمع هذا.
هذه البراميترز تاعت المجتمع، هذا ليس انحراف، هذا ليس توزع طبيعي ستاندرد معياري، لازم اطابقها على المعياري تبعها. فال 78 بالنسبه للميو تبع هاي الظاهره يقابل شو الميو تبع الستاندرد نورمال كيرف؟ زيرو. بيقابله زي يساوي زيرو. ولما تكون ستاندرد السيجما هنا 8، معناته كل رقم يبعد 8 عن الميو حيقابل 1 ستاندرد ديفيشن. يعني الاصل انه الواحد ستاندرد ديفيشن يكون عند علامه كم؟ 96. عند 96 above 96 وعند 70 below. صحيح 96 خربش. تمام. فهذا هو المقابل له بالواحد والناقص واحد ستاندرد ديفيشن. هذا بس عم بعلمكم المهارة كيف تتركب في دماغنا يعني. بس هو مش طالب مني الواحد ستاندرد ديفيشن، هو طالب مني اوجد البروبابيليتي او احتمالية ان الطلاب تكون علاماتهم اقل من 90. انا بس جبت لكم سيرة الواحد والناقص واحد، هذا عشان انمي لكم المهارات. انه لما يكون عندي الميو 78 والستاندرد ديفيشن 8، معناته اول ستاندرد ديفيشن بعد راح القاه عند 96 على العلامة 96 وناقص. تفضلي دكتور. لا في خطأ، في خطأ. انت لازم تلاقيها عند 86 دكتور، مش 96. لازم تلاقيها عند 86، لانه هاي ضيفة على ال 78 8، هتلاقيها 86، لانه هو ال 90 صارت اكبر من واحد، لان اول واحد ستاندرد ديفيشن 86 بالضبط. هي ضيف 8 على ال ايوه انا فاهم. انتوا اجمعوا 8، اول واحد حيكون عند ال 86. انت بتقول 96، انا عشان هيك سوري يعني سوري، هي 86 بين 70، بين 70 وبين 86. تمام دكتور. هي يعني بدك تجمع 8 على الميو وتطرح 8 من الميو. شكرا لك دكتور على تصحيح اللي هي 86 و 70 اللور ليميت. هذه حتقابل الناقص واحد على المعيار، على المنحنى المعياري، وهذه حتقابل الزائد واحد. شكرا لكم. فالان هذه بس لكم عشان تتعلموا المهاره. واذا بدي اجيب الستاندرد ديفيشن الثاني، حيكون الثاني عند بده يكون 94 مظبوط، 94 و 62 مظبوط. تمام دكتور. وهكذا كل 8 بقفز ستاندرد ديفيشن. طب هو مش طالب مني هذا الكلام يا دكتور محمد، ليش دخلتنا بهذا الموضوع؟ ها بنمسح هذولا ونرجع للي هو طالبه. شو طالب مني؟ طالب مني المساحة اللي تحت 90 درجة. يعني علامات الطلاب قديش نسبة الطلاب اللي حيكونوا جايبين 90 فأقل؟ لازم أحول 90 للقيمة الزي المقابلة لإلها. كيف أحول 90 للزي المقابلة؟ عشان أوجد المقابل إلها على الزي، بدي أوجد الزي المقابل للتسعين. بطبق الفورمولا، زي تساوي إكس ناقص الميو على سيجما، 90 ناقص 78 على 8 بيطلع 1.5. فأنا بمجرد ما عرفت إنه هو طالب مني المساحة اللي تذلفت، يعني بيلو، بطالب مني اللي أقل less than 90، يعني بيلو 1.5. من وين بجيبها هاي المساحة الآن؟ من الجدول. من الجدول بروح مباشرة بكتبها هيك كتابة، بقول إنه probability B، يعني من probability، probability إنه أجد علامات X أقل من 90 تساوي، هي نفسها تساوي إني أو إني أوجد المساحة تحت Z أقل من 1.5 وتساوي 0.9332. يعني 93.3% احتمالية إني ألاقي طلاب علامتهم تحت 90. تمام؟ وضح لكم الإكزامبل هذا؟ واضح دكتور. طيب ناخذ another example. تمام، بيحكي لي على نفس السؤال، شوف لي الاحتمالية انه نلاقي طلاب علاماتهم greater than 85.
أعلى من 85، شو راح أعمل حسب ما تكون تعلم؟ قليل. إيش راح نسوي؟ نرسم أول شغلة 80 وبنطرح واحد. أول شغلة بنرسم الرسمة وبظلل المنطقة اللي طالبها، بده مني اللي أعلى من 85. الآن هل هو معطيني الزي ولا معطيني بيانات الظاهرة؟ بسأل حالي، معطيني بيانات الظاهرة ولا معطيني الزي؟ بيانات ظاهرة. بعطيني البيانات الفعلية تبعت الظاهرة. ما بينفع أوجد المساحة هيك، لازم أحول الزي المقابل وبعدين أطلع المساحة حسب الجايد لاينز اللي تعلمناها. فلازم أوجد البروبابيليتي المقابلة للإكس أعلى من 85 على المنحنى الطبيعي، بدي الزي المقابلة للخمسة وثمانين. حطبق الفورميلا، زي تساوي إكس ناقص الميو على سيجما، 85 ناقص 78 اللي هم البراميترز تاعت الظاهرة على السيجما تبعتها 8. فبدي أنا أنه أوجد المساحة اللي بعد الزي سكور 0.88 أو 0.875. طبعا أنتوا عارفين الزي سكور بيكون مقرب لخنتين عشريتين بعد الفاصلة، فال 0.88 يعني هي تقريب لل 0.875 اللي نتجت من الحسبة. فأنا بدي أوجد المساحة اللي هو طالبها، يعني المساحة اللي above 0.88، اللي above z-score 0.88. كيف أوجدها هاي المساحة اللي هنا؟ شو راح نعمل؟ من الجدول مباشرة. من الجدول ولا إيش هعمل بالضبط في الجدول؟ إيش الجدول حيعطيني إيش بالضبط؟ بعطينا اللي قبل، بس احنا بنطرح واحد. ممتاز، بارك الله فيكم. في البداية بطلع المساحة اللي قبل البوينت 88، بطرح منها واحد فبيطلع عندي المساحة اللي بعد. فبنكتبها صياغة بهذه الطريقة: البروبابيليتي انه اكس اعلى من 85، بروبابيليتي انه علامات الطلاب نلاقيها اعلى من 85، تساوي البروبابيليتي إنه الزي أكبر من 0.88. وهي من وين بنجيبها؟ هي واحد ناقص البروبابيليتي إنه زي أقل من 0.88، يعني واحد ناقص المساحة اللي بنطولها من الجدول، فبيطلع عندي المساحة المطلوبة اللي هي 0.1894. واضح؟ دكتور عندي سؤال. هلأ إحنا لازم نعمل استيميشن وإحنا بنحط بالأرقام، وين الاستيميشن؟ وين الاستيميشن بالضبط؟ هون لما قدرت ال 8.879، مش تقدير، تقريب. تقريب قصدي انه لازم احنا نقرب. ما هو لانه في الجدول ما في عندك الا خنتين عشريتين بالضبط. عشان هيك يعني ماشي. فبالتالي هو قربها عشان تسهيل انه نجيب الموضوع من الجدول. تمام. لا يعني قصدي ممكن واحد مستعجل يروح يحط مثلا 0.07. يعني هو اذا بده يكون دقيق بده يروح على 0.7 ياخذ القيمه، وعلى 0.8 ياخذ القيمه ويقسمهم على 2. ايوه، لانه هي 8.75، يعني 0.875، يعني هي بين ال 0.87 وال 0.88 حقيقة. يعني هو لأنه حتطلع مساحات قريبة جدا من بعض، يعني القيم يعني بتطلع قريبة لما نكون، فهو خلص قربها لل 0.88 وأخذ، لأنه النص بالعادة تميل للجهة الأكبر. لو كان أقل من النص بأخذ ال 0.8، لو كانت هاي 3 0.07 حأخذ ال 87. فيعني هي بس عملية يعني تقديرية، تمام، ولكن تقديرية بسبب التقريب اللي حصل هنا. لكن حتطلع الأرقام دقيقة لأنه بتعرفوا كم خانة عشرية هدول، نحكي عن 4 خانات عشرية بعد الفاصل. فيعني بتطلع يعني قريبات جدا جدا من بعض، سواء أخذت الـ 0.7 ولا أخذت الـ 0.8، يعني إلا ما حتطلع قريبات جدا من بعض. وراح أطرح لسه بطلع المنحنى وبطرح من واحد. تمام دكتور. فالبهمني تاخذوا الفكره وحتطبقوها مع الاكزامبلز العمليه اللي حنعطيكم اياها بالاسايمنت. كمان اكزامبل
لو طلب مني أني أوجد المساحة المحصورة ما بين علامتي 60 و80، find the probability that a student receives a test score between 60 و80، كم احتمالية حدوث أنه طلاب، كم عدد البيانات أو نسبتهم اللي تقع بين 60 و80 علاماتهم. نفس الشيء برسم أولا، بحدد المنطقة المطلوبة، بظللها بلون مغاير عشان أكون عارفها، أسأل حالي هل الأرقام موجودة معيارية ولا أرقام للظاهرة، أرقام طبيعية للظاهرة، هذه أرقام الظاهرة فلازم أطابقها وأحولها للأرقام المعيارية تبعت كل واحدة. ببلش من الرقم الأكبر دائما، لما يطلب in between ببلش بالرقم الأكبر، بتناول الزي تبعت الرقم الأكبر، هذه الزي 1، الزي 1 طبعا هو هنا جاب الزي تبعت الأصغر مش مشكلة، انتو الأفضل دائما جيب الرقم تبعت الزي الأكبر اللي هو الرقم 80. لما بجيب الرقم تبعت الزي الأكبر وبجيب بعدها الرقم تبع الزي الأصغر، معناته بحسب المساحة اللي تحت الزي الأكبر وبعدين بحسب المساحة تحت الزي الأصغر وبطرحهم من بعض، بجيب المساحة تحت الربع من الجدول وبجيب المساحة اللي تحت الناقص 2.4 من الجدول وبطرحهم من بعض، بتنكتب صياغة probability إنه علامات الطلاب تكون أعلى من 60 وأقل من 80، هيك نقرأها probability إنه الإكس، إكس يعني بيانات الظاهرة، إنه بيانات العلامات تبعت الطلاب تكون أعلى من 60. شايفين هذه، عارفين تفرقوا بين الأكبر والأصغر، عارفين متى تكون أكبر ومتى تكون أصغر ولا مو عارفينها؟ أكيد دكتور مبلا، ما انا بحب اتاكد من كل تفصيله، انه لما الاكس هاي اكس اقل من 80 واعلى من 60 تساوي البروبابيليتي لزي اقل من ربع زي ما حسبناها هنا واعلى من ناقص 2.25، وتساوي بجيب المساحه الاقل من القيمه الاكبر، القيمه الاكبر هون هي ربع لانه هديك بالسالب، بجيب المساحة تحت الزي ربع وبطرحها من المساحة، بشيل منها، بطرح منها المساحة الأصغر اللي هي تحت الناقص 2.25، هاي بتساوي 0.5987 وهاي بتساوي 0.0122، بطرحهم من بعض بيطلع معي 0.5865 المساحة in between. واضح؟ أي سؤال لغاية الآن؟ Any question؟ واضحة الأمور زميلاتي وزملائي؟ الدكتور هي فرقت بس لا دكتور تمام. نعمل نجيب الزي نعمل زي سكور، فرقت عن بالنسبة للفاليوز، هذا الفرق. اسمحي لي، تفضلي دكتورة عيدي مرة ثانية السؤال. إنه فرقت إنه لازم نعمل الزي سكور بالنسبة للفاليوز القيم، إنه نسقطها نعم، على الديكي بالزي سكور، بعدين الخصائص هي نفسها، يعني إنه ما بين نطرح من بعض وليفت ورايت وهي الأشياء. نفس المهارة اللي تعلمناها على الستاندرد نورمال هو الآن طورها وجاب لي إياها من البداية، قال لي لو أني أعطيتك بيانات الظاهرة، فأنا الخطوة الأولية اللي بدي أعملها هنا أني أحول كل قيمة من بيانات الظاهرة هو سائل عنها أحولها للزي سكور المقابل لها، بعدين أرسم الرسمات وأشوف فوق ولا تحت ولا إن بتوين. تمام؟ بالضبط دكتور، يعني إنه ليفت أو رايت أو إنه بتوين بينهم. yes. بالنسبة بعد ما أكون جبتها لزي أكيد، لانه هي الزي هي الستاندرد على ال نعم نعم نعم. فهو عم بيعلمني انه بعد ما اتقن المهاره تبعت الزي المعياريه بيقول لك انت الان جاهز اني لو ما اعطيتك المعياري واعطيتك بيانات الظاهره نفسها خلاص انت صرت عارف انه انت ما دام الظاهره بين ايديك وعندك البراميترز تبعتها الميو والسيجما
دايركتلي بقدر أحول أي قيمة موجودة إلى الزي المقابلة، ومن ثم شو ما يسألني في المساحات بطبق على المعياري بعد ما أكون حولت. تمام؟ واضح دكتور، تمام، يعطيك العافية. Any question زميلات وزملائي على هذا الموضوع؟ واضح الأمور؟ طيب رح نختم اليوم بأنه كمان عندنا تطبيق آخر على النورمال ديستريبيوشن والستاندرد نورمال ديستريبيوشن. لو أجا قال لي ما أعطاني لا الزي ولا بيانات الظاهرة، لو أجا أعطاني المساحة تحت المنحنى وطلب مني بمعرفتي للمساحة أني أوجد الزي المقابل أو أني أوجد القيمة المقابلة لتلك المساحة، عكس الموضوع الآن، مهارة أخرى في التعامل مع منحنى التوزع الطبيعي، بيحكي لي find the z-score that corresponds to a cumulative area of 0.9973. شو عمل هون هو في السؤال؟ أعطانا الأريا، أعطاني الأريا وطالب مني الزي المقابل، مش زي أول مرة أعطاني الزي وطلب مني الأريا، هو جايب لي هون الأريا مباشرة. فبرضو بنفس الطريقة لازم في البداية أول شغلة دائما بفضل دائما إنه نتخيل الأشياء. تخيلنا لمساحة مقدارها 99.73، معناها الزي سكور لازم نلقاه وين دكتور؟ هنلاقيه بعد الصفر، راح نلقاه بعد الصفر واكتشوالي قريب من الـ من الـ من المنحنى، هنلاقيه في اتجاه المنحنى الاخر المنحنى الموجب، يعني راح نلقاها قريبه، يعني تعرف شو معنى 99.73؟ اذا بتذكروها هاي عند اي رقم ستاندرد ديفيشن اكزاكتلي 99.73 وينها دكتور؟ عند الموجب 3، عند الموجب 3 اكزاكتلي. بالضبط، هذا من معرفتنا العامه، من التخيل العام اخذنا انه 99.73. ديروا بالكم هي 99.73 هي مش عند الثلاثه، هي تقع ما بين، هي المساحه التي تقع ما بين ناقص 3 وزائد 3، بس عند الثلاثه نفسها يعني من البدايه الى الثلاثه مش حتكون 99.73، حتكون اكثر شوي. ايش حيزيد عليها؟ حيزيد عليها الكميه اللي تحت الناقص 3، مظبوط ولا لا؟ تمام دكتور، اتذكرته لما ارسم المنحنى. لما ارسم المنحنى الطبيعي لو جيت قلت لك كم المساحة اللي بين زائد 3 وناقص 3 ستاندرد ديفيشن، هتقول لي كم المساحة اللي ان بتوين؟ 99.73، مظبوط؟ تمام، بس اللي بلو 3 بالضبط، اللي بلو 3 هي ليست 99.7، هي 99.7 زائد الجزء الصغير اللي ضل هون اللي هو من بداية الناقص 3.4، مظبوط؟ فرح يطلع عند الثلاثة أكثر. فهو شو طالب مني؟ طالب مني مساحة مقدارها 99.73، هي مصادفة نفس القيمة اللي إن بتوين 3 وناقص 3، بس فعليا لو أنا جيت دورت على اللي تحت الثلاثة رح ألقاها أكثر من 99.73، لأنه رح ينضاف عليها الجزء اللي هنا. عشان ما نتلخبط في النهاية انسوا هذا الموضوع، هذا بس عم بعلمكم كيف نتخيل الأشياء. طالب مني الزي سكور اللي عند مساحة مقدارها أو اللي بلو كومولاتيفلي اللي عند 0.9973 أو من تحت منها، شو الزي سكور اللي عندها؟ بروح على الجدول، الجدول فيه مجموعة أرقام، بدور على الأرقام اللي قريبة من 99.7، هاي 99.6774، هايها
0.9973، شو قيمة الزي اللي في الجدول اللي مقابلة إلها؟ 2.7، بس لسه في فراكشن إنه 2.78 بالضبط. فهيك بنجيبها. Find the z-score by locating 0.9973 in the body of the standard table. يعني بدخل على التابل بدور على المساحة. The value at the beginning of the corresponding row. بشوف القيمة اللي على بداية الصف اللي فيه المساحة. ومقابلها باخد الفراكشن اللي في الكولوم تبعها. Corresponding row and at the top of the column give the z سكور اللي بدنا اياه. هاي هي المساحة اللي بدنا اياها. بوجد القيمة زي اللي على الصف والفراكشن اللي فيرتيكالي فوق. فالزي سكور هو 2.78 اللي احنا وصلنا لإله قبل ما نشوف السلايد. تمام. بنختم محاضرتنا اليوم عند هذا الحد. وطبعا اكيد رح نرجع نكرر الموضوع في بداية المحاضرة القادمة عشان نعمل زي ترسيخ للمفاهيم تبعت استخراج البيانات والمساحات. ورح ابعت لكم assignment خلال اليومين هدول عشان تشتغلوا فيه للاسبوع القادم تطبيق على مثل هاي المهارات. تمام تمام دكتور، يعطيك العافية. تمام زميلاتي وزملائي، الله يعافيكم. واضحة الأمور بالنسبة للجميع. تمام، شكرا دكتور، يعطيك العافية. راح نطبق على الأسايمنت إن شاء الله. بنلتقيكم وبنرسخ المفاهيم المرة الجاية. نلتقيكم المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور، حياكم الله جميعا.